في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، الدرس الخامس، قياس الأطوال، أجزاء المدى، الصفحة 28 و29. نعم، الحصة الرابعة. إذا الحصة الرابعة في الصفحة 28. أستثمر. السؤال الأول: أحيط بخط اسم من قام بالقياس الصحيح. نلاحظ هذا الطفل قاس هذه القطعة وقال قياس القطعة هو 27 ملم، أي بمعنى 2 سنتيمتر و7 ملم، قياسه صحيح. نحيطه بخط معلق. هذا الطفل قاس هذه القطعة، قال قياس القطعة هو 2 سنتيمتر و4 ملم. نعم، هذه 2 سنتيمتر و4 ملم غلط. هذه الطفلة قاست هذه القطعة وقالت أن قياس القطعة هو 2 سنتيمتر و7 ملم، هذه 2 سنتيمتر و7 ملم. نعم صحيح. إذن الحصة الرابعة دائما أستثمر. عندي السؤال الثاني: أرتب القياسات من الأصغر إلى الأكبر. إذن عندي مجموعة من القياسات، أرتبها من الأصغر إلى الأكبر. نبدأ ب 2 ديسيمتر، 2 ديسيمتر، ونحتاج إلى جدول التحويلات. إذن هذه القياسات لكي نرتبها يجب أن نحولها جميعا إلى نفس الوحدة. عندي ديسيمتر سنتيمتر، عندي سنتيمتر مليمتر المتر سنتيمتر، غنحول جميع القياسات إلى المليمتر. نكتب 2 ديسيمتر هي تساوي كم من مليمتر؟ إذا سنتيمتر صفر، مليمتر 200 مليمتر. أكتب 5 سنتيمتر، أكتب 5، نحولها 0 مليمتر، إذا 50 مليمتر. 4 سنتيمتر و 9 مليمتر، إذا 4 سنتيمتر و 9 مليمتر تساوي 49 مليمتر. 1 متر، 1 متر هو نضيف 0 ديسيمتر، 0 سنتيمتر، 0 مليمتر، إذن تساوي 1000 مليمتر. 8 سنتيمتر، 8 نحولها إلى المليمتر، 80 مليمتر. إذن الآن كل وحدات لها نفس الوحدة: 200 مليمتر، 50 مليمتر، 49 مليمتر، 1000 مليمتر، 80 مليمتر. أصغر قياس هو 49 مليمتر. أكتب أي 4 سنتيمتر و 9 مليمتر. أصغر من مدى 49 أصغر من 50، 50 مليمتر أي 5 سنتيمتر. أكتب أصغر من 80 مليمتر أي 8 سنتيمتر. أكتب 8 سنتيمتر. أصغر من 200 مليمتر أي 2 ديسيمتر. أصغر من 1000 مليمتر أي 1 متر. ترتيب القياسات إذن هو 4 سنتيمتر و 9 مليمتر، أصغر من 5 سنتيمتر، أصغر من 8 سنتيمتر،
أصغر من 2 ديسيمتر أصغر من 1 متر. ولاحظ أنه يمكن كتابة مثلا 4 سنتيمتر و 9 ملمتر أو 49 ملمتر، نفس بالنسبة للقياسات الأخرى. السؤال الثالث عندي: ألاحظ الأشجار في حديقتي. أرسل في حديقتي أرسل لأنه دخل، وأكتب قياس طول كل شجرة في المكان المناسب. لاحظ قياسات أطوال الأشجار هي. إذا نستعمل أيضا جدول تحويلات، نحتاج إلى جدول تحويلات. الشجرة عندي هنا قياسها 190 سنتيمتر، أكتب على الجدول 190 سنتيمتر، 0 سنتيمتر، 9 ديسيمتر، 1 متر. ولاحظ دائما أبدأ بالوحدات، أكتبه في الوحدة، عندي الوحدة هنا سنتيمتر، إذا أكتب رقم واحد صفر في السنتيمتر، ثم أتابع 9 في العشرات هي في الديسيمتر، 1 في المتر، إذا تساوي 190 سنتيمتر. 2.50 متر سنتيمتر، أبدأ 50 سنتيمتر، إذا السنتيمتر هو هذا، أكتب فيه رقم الوحدات صفر. 5 50 سنتيمتر و 2 متر، إذن تساوي 250 سنتيمتر. 95 سنتيمتر، إذن سنتيمتر عندي دائما أكتب فيها رقم الوحدات 5، 9 ديسيمتر، هذه 95 سنتيمتر. 2 متر، إذن أكتب عندي الوحدة هي 2 متر وأحولها إلى سنتيمتر، إذن 0 ديسيمتر، 0 سنتيمتر تساوي 200 سنتيمتر. الآن هذه القياسات، ولاحظ ما هو القياس الأصغر، هو 95 سنتيمتر. أصغر شجرة هي هذه الشجرة، إذا أكتب عليها 95 سنتيمتر، يليها 95 كيتبعو 190 أكبر منه، وأكبر من هذه الشجرة هي 190. أكبر من 190 200 سنتيمتر، إذا الشجرة أكبر هي هذه اللي غتكون تلتا 200 سنتيمتر أو 2 متر، لأن 200 سنتيمتر هي 2 متر، وأكبر من 200 هي 250 سنتيمتر، أي 2 متر و 50 سنتيمتر. التمرين الرابع: أكمل ترتيب قياسات أطوال ترتيبا تزايديا. أيضا نحتاج إلى جدول تحويلات دائما لنكمل ترتيب. عندي 10 ديسيمتر، أكتب 10 ديسيمتر هي الجدول، نحولها إلى سنتيمتر تساوي 100، والمليمتر تساوي 1000، نضيف صفر. 2 إذا 10 ديسيمتر هي 1000 مليمتر، 2.70 متر سنتيمتر، أكتب 2 متر 70 سنتيمتر، إذا الوحدة عندي سنتيمتر، صفر 7 تساوي 270،
ونضيف صفر مليمتر تساوي 2700 مليمتر، يعني 70 سنتيمتر تساوي 2700 مليمتر. 7 متر و20 سنتيمتر، 7 متر 20 سنتيمتر، أكتب 0 سنتيمتر، الثاني 10 متر، إذا نضيف 0 إلى المليمتر تساوي 7200 مليمتر. 7 متر و20 سنتيمتر تساوي 7200 مليمتر. 3 متر، 3 متر نحولها إلى المليمتر، 0 سنتيمتر 0 ديسيمتر 0 سنتيمتر و0 مليمتر، إذن تساوي 3000 مليمتر. ثم عندي 85 سنتيمتر، 5 سنتيمتر 8، إذا نضيف 0 مليمتر تساوي 585 مليمتر. وأخيرا عندي 900 مليمتر. الآن كنت نلاحظ 900 مليمتر، نكتبه 900 مليمتر على الجدول. إذا نلاحظ الآن حولت جميع القياسات إلى نفس الوحدة والمليمتر، الوحدة هي المليمتر، إذا أقيسها من الأصغر. أصغر قياس هو 850 مليمتر، وهذا أي 85 سنتيمتر، إذن أكتب 85 سنتيمتر. نعم، أصغر من 900 مليمتر، أصغر من 900، وأصغر من 1000 مليمتر، 1000 مليمتر هي 10 ديسيمتر. ألف أصغر من 2700 مليمتر، 2700 مليمتر هي 2 متر و70 سنتيمتر. أيوة، أصغر من، إذن هذه مكتوبة عندنا، أصغر من 3000 مليمتر، وثلاثة آلاف مليمتر هي 3 متر. أصغر من في الأخير 7 متر و20 سنتيمتر، ويكون الترتيب هو هذا: 85 سنتيمتر، أصغر من 900 مليمتر، أصغر من 10 ديسيمتر، أصغر من 2 متر و70 سنتيمتر، أصغر من 3 متر، أصغر من 7 متر و20 سنتيمتر. الآن ننتقل إلى الصفحة 29، عند فيها السؤال الأول: أحسب قياس طول الخط المنكسر باتباع طريقة أحمد ثم باتباع طريقة خديجة. عندك قام أحمد بقياس طول كل قطعة من الخط المنكسر وجمع القياسات، هذا الخط، هذا القطعة الحمراء، قاس هذه القطعة، هذه وجد أن طول هذه القطعة هو 4 سنتيمتر و4 مليمتر. طب هذا القياس نستعمل المسطرة، القطعة الخضراء، القطعة الخضراء اللي هذه قياسها وجد أن قياسها 3 سنتيمتر
وستة مليمتر. القطعة الزرقاء هي إذن وجدت القياس 6 سنتيمتر و 9 مليمتر. الآن جمع هذه القياسات، مجموع القياسات، نستعمل جدول التحويلات بهذا الشكل، مكتوب فيه 4 مليمتر 4 سنتيمتر، بمعنى 44 مليمتر و 6 مليمتر و 3 سنتيمتر، أي 36 مليمتر، 9 مليمتر و 6 سنتيمتر، أي 69 سنتيمتر. ولاحظ عندما نقوم بعمل جمع هذه الوحدات نحولها إلى نفس الوحدة لنقوم بنفس بالجمع. نقول 44 مليمتر زائد 36 مليمتر زائد 69 مليمتر. بحال اللي كنستعملوا جمع عمليه جمع عاديه، 4 زائد 6 10 زائد 9 19. اكتب 9 واحتفظ بواحد، لان هذا واحد هنا 10 مليمتر حولتها الى سنتيمتر، ولات عندي 1 سنتيمتر. 1 زائد 4 5 زائد 3 8 زائد 6 14. اكتب 14، اذا تساوي 149 مليمتر، ونحولها الى سنتيمتر تساوي 14 سنتيمتر و 9 مليمتر. اكتب 14 سنتيمتر 9 مليمتر. قامت خديجة بنقل أطوال القطع على خط مستقيم باستعمال بيكار، ثم حسبت قياس طولها. القطعة الحمراء 4 سنتيمتر و 4 مليمتر، ثم القطعة الخضراء اللي هي 3 سنتيمتر و 6 مليمتر، وأخيرا القطعة الزرقاء اللي هي 6 سنتيمتر و 9 مليمتر. وقامت بقياس هذه القطعة وجدت أن القياس هو 14 سنتيمتر و 9 مليمتر. سؤال ثاني، جونتور افيك ان تري لا ميزور كونفينابل دون شاك كا. جونتور معنى احيطو، افيك ان تري بخط لا ميزور كونفينابل القياس المناسب في كل حالة. عندي هذا الطفل الذي يجري، نلاحظ خطوة ديالو، هنا خطوته واش 9 ديسيبل أو 9 متر؟ كان 9 متر غلط، 9 ديسيمتر صحيح. هذا الباب قياسه أو طوله 2 متر أو 2 سنتيمتر، 2 سنتيمتر غلط، إذن 2 متر. النملة قياسها 4 مليمتر أو 4 ديسيمتر، إذن 4 ديسيمتر غلط، قياسها 4 مليمتر. وقلم الرصاص طوله 15 متر غلط، 15 سنتيمتر صحيح. سؤال تالي، جو كومبليت ونحتاج إلى جدول التحويلات لإتمام هذا الجدول، هذه الجداول والقيام بهذه التحويلات. لاحظ عندي 1 سنتيمتر
تساوي كم مليمتر؟ إذا أكتب 1 سنتيمتر بالجدول، كم مليمتر؟ نضيفه 0، إذا تساوي 10. 1 ديسيمتر على الجدول نكتب 0.2 سنتيمتر، إذا نضيفه 0 تساوي 1 ديسيمتر تساوي 10 سنتيمتر. 1 متر تساوي كم من سنتيمتر؟ إذا على الجدول 1 متر سنتيمتر، أضيف 0 ديسيمتر 0 سنتيمتر تساوي 100 سنتيمتر. 1000 مليمتر، إذا أكتب على الجدول تساوي كم من سنتيمتر؟ 1000 مليمتر، يعني 0.0 مليمتر في الوحدة. الوحدة هي المليمتر، أكتب رقم الوحدات 0 سنتيمتر 0 ديسيمتر 1 مليمتر. إذا تساوي كم من سنتيمتر؟ لاحظ هنا 100 تساوي 100 سنتيمتر. 100 ديسيمتر 100 ديسيمتر، إذا أكتب الجدول 100، إذا عندي الوحدة هي الديسيمتر، أكتب 0 في المتر، 1 هنا كنكتبو خارج الجدول هنا، لأن متر في الوحدة أخرى ديكامتر، هذا كيدير 1 ديكامتر. إن هذا باقي غنستعملوه وغنجيبو في درس آخر. إذا 100 ديسيمتر تساوي كم من متر؟ تساوي 10 متر. سنتيمتر كم من سنتيمتر؟ تساوي 100 مليمتر، أكتب على الجدول 100 مليمتر. 100 0 مليمتر سنتيمتر 0 1 ديسيمتر، إذا تساوي كم من سنتيمتر؟ فيها 10 أيضا 10 سنتيمتر. جدول تالي 5472 مليمتر، الجدول 2 مليمتر 7 سنتيمتر 4 ديسيمتر 5 متر. إذا 5472 تساوي كم من متر؟ 5 متر، و 472 مليمتر. وأخيرا عندي 98 سنتيمتر، هي 89 مليمتر. وأتذكر عندي في الأخير، أتذكر لقياس أطوال أستعمل الوحدة التالية والعلاقات بينها: سنتيمتر بالفرنسية سنتيمتر، ديسيمتر ديسيمتر كما كتنطق بالفرنسية ديسيمتر، متر بالفرنسية متر، مليمتر فرنسية مليمتر، مليمتر نفس النطق. إذن جدول التحويلات، جدول التحويلات الذي أستعمله هو هذا، عندي أستعمل فيه المتر، الديسيمتر، السنتيمتر، المليمتر، ونلاحظ العلاقات بين هذه الوحدات. 1 متر تساوي 10 ديسيمتر كما كتلاحظوا في هذا الجدول، 1 متر تساوي 100 سنتيمتر، وهي عندنا 1 متر فيها 100 سنتيمتر.
واحد ديسيمتر تساوي 10 سنتيمتر، وعندنا في الجدول واحد ديسيمتر تساوي 100 مليمتر. نعم، واحد سنتيمتر تساوي 10 مليمتر. إذن هكذا نكون قد أتينا على نهاية صفحة 29، وشكراً.